اهلا بكم في فيديو جديد من قناة تفجير وتدمير. في الحاجة ما في شوية مشاكل مقابلاني يعني وكده، فعايز استشاركوا فيها تساعدوني في حلها يعني وكده. المشكلة الاولى الاول بس يا جماعة، اللي مش مشترك في القناة ياريت يشترك، وياريت تشترك اللي في قناة التانية اللي هي فادي عضلات. المهم يا جماعة، المشكلة الاولى ان انا الاضاءة بصراحة مش عجباني ومش حلوة، وعزل صورتي عن الكرومة بيتعبني شوية في المونتاج بسبب ان الاضاءة مش مظبوطة. المشكلة ان العرض بتاع كريم ستورز اللي هو الاتنين حامل باتنين سوفت بوكس باتنين هيد، لما اتصلت بيه سألته ما ينفعش يتغير في اي حاجة، يعني الحوامل دي طلعت اللي هي الحوامل الخفيفة مش التقيلة، الحامل الخفيف من اي هزة ممكن يقع بالسوفت بوكس وكده، فعايز حرص جامد. قلت له طب ابدل الحوامل بحوامل تقيلة، رفض، قال لي هو عرض على بعضه ما ينفعش. جيت احاول انا اجمع تجميع بقى ان انا اللي اختار كل حاجة لوحدها، مش لاقي، مش عارف اجيب الحاجات اللي هم مجمعينها دي لوحدها، يعني ما عندهمش سوفت بوكس 50x70 مثلا بيتباع لوحده، لا في احجام تانية، ال50x70 مش موجودة الا مع العرض ده، فمش عارف. فالوقت يا جماعة اشتري وخلاص ولا اعمل ايه؟ هما محتاجه جدا، هيظبط لي الاضاءة جامد يعني، اشتري وخلاص ولا ايه رأيكم؟ دي حاجة. الحاجة التانية يا جماعة، في عندي بقى مشكلة كبيرة 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 في الجهاز، كل ما العب مع الناس كل شوية الجهاز يهنج، كل شوية الجهاز يهنج. المشكلة ان انا فكيت المروحة ونضفتها بالبلاور وحطيت سيليكون جديد، وسيليكون نوع قوي اللي هو النقطوة، سيليكون بقى ايه قوي جدا، والمروحة نفسها قوية جدا، فانا مش عارف ايه المشكلة يا جماعة. انا ابتديت اشك في حاجة بصراحة. الوقت انا كنت سامع مرة بيقولوا تي داتا بتستخدم اجهزتنا في التعدين، فهل الكلام ده صح ولا لا؟ لان بصراحه ابتديت اشك يا جماعه، يعني اصل الجهاز حرارته بتعلى قوي، وبعدين الفايرفوكس بيستهلك من البروسيسور 30%، 30% ليه فايرفوكس ياخد من السي بي يو 30%؟ ليه مش عارف يا جماعه. طب هل في برامج مضاده للتعدين؟ لان انا شاكك بنسبه كبيره يا جماعه صراحه ان الجهاز بيستخدم في التعدين، ما اعرفش بقى عن طريق تي داتا عن طريق ايه، بس انا شاكك 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 يعني. فيا ريت يا جماعه لو حد يعرف برامج انتي مايننج يقول لي، او لو حد يعرف حل المشكله دي عامه، لان خلاص يعني واضحه جدا يعني. وفي مشكله كمان مقابلنا، حتى المشكله كمان مش في التهنيج نفسه كتهنيج، يعني حتى المشكله في برنامج انفيديا اكسبيرينس ان هو ما بيسجلش الا ام بي 4، لما الجهاز يهنج الجيم بلاي بيبوظ، مفيش اي حل، ومفيش مش لاقي حتى على النت برامج تعمل ريكفري الام بي 4. كان في برامج جربتها كلها قضى، ما رجعتش الام بي 4 خالص، مش عارف اعمل ايه يعني. يا ريت تساعدونا يا جماعه في حل المشاكل دي بجد، لاني مش عارف اظبط اموري خالص. وشكرا جدا ليكم، والى لقاء اخر في فيديو جديد. سلام.